زلت ما قدرتش ليه؟ ما عنديش نور. لباسة؟ عملوا لي باكاج. شبيها عينك؟ تراوري؟ سبعة سبعة. الله الله الله. نجيب لك دوا نداويها لك؟ يا سيدي داويت. عملوك بركة شنو هزولك؟ فلوس. خليو لك التليفون مونجيلا. هم جنتي جماعة. مقصص وقته. ليه مانيش تتمقصص؟ أما فهمتك. هذاك الكل على خاطرك طايح في قدرك مع اللي يسوى اللي ما يسويش. اليوم عينك هكايا وغدوة نجي نروح بيك من المركز. شنو تحب أنت توا؟ نحبك تعمل شوية قدر وقيمة لروحك، هذا شنو نحب. أنا نعمل قيمة وقدر روحي؟ عجبتك روحك أنت يا؟ خاف على مصلحتك، شبيك؟ في بالكش الناس قاعدين تحكي عليك؟ أنت تخاف على مصلحتي؟ أنت عندك مصلحة واحدة تخاف عليها هي مصلحتك أنت، ولو كان مش تلوج باش تعمل صغير مني أنا ما تقعدش معايا حتى نهار. شوفك الجينيتور الباهي اللي باش نجيب منه صغير، لا ما حشتيش. ما عجبكش الجينيتور؟ ما إن شاء الله يكلي في كرشك هذاك اللي شدد بالبزاق، إن شاء الله ما يخطفش، كلي شدد بالهم الأزرق بالزراق. سالي بابا. مازلت ساهر؟ كسبة ما كشتكت بابا شنو عطاب شخص متغاش علي ياسر بابا بيه متحقنيش وما بابا 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 بركة فيك شمس تعطيت لك الدار قالوا لي مشيت للجبان هاي عشقتي روعة تمسنيش علي ماشي علي يا شمس توعش على روحي مش متوعش عليك مش عندي عملتلك انتي لازلتني باش نكذب على بابا شرتك انتي هزيتني بالدم الاسماعيلة اسمعني والله ما تحلفش حلفش ليلي قد ما قال لي عمر قد ما حكي لي مصدقتوش هو فهمت كل شيء فهمت انتي منين تجيب فلوس كيفاش عايش حبيت نعاونك متغلطش حبيت تعاون روحك حبيت تعاون روحك ليليا ما ضربتكش على يديك وهزيتك بالسيف ما تظلمنيش عشقتي بميت ومتغش علي ربني شاك وضع حد عمره كله على خاطر في الأخير في الأخير شنو؟ نعرفك طفلة نظيفة وطفلة باهية تحب تصدق ولا ما تحبش تصدق؟ عملت كل شيء باش نبعدوا على ثنيتك ورث أختي بعدوا على ثنيتي بعدوا على ثنيتي وانتي انتي نهار كامل تقولي راجل باهي راجل عنده فلوس راجل شايخك من الأول هذاك من الأول عرفتك وحبيتك ودخلت لقلبي ونعرفك عشان تمشي على شنو تجي عملت كل شيء باش نبعد عليك كبش كل قرنيتها كبش بيه هاك عملت كل شيء برا واحدة روح ليلي عشان ليلي قوم روح عشان ليلي قوم روح علي ليلي قوم روح مش عندك انتي دار كل شيء مش عندك انتي ليلي قوم سامعني
بيب بنتي تفضل. عسلامة. عسلامة مرحبا. تفضل اسهل في ريبا مي. مطلب ربي يعطيك إن شاء الله ما تتمنى. عايشك. إن شاء الله. بشفاء. عيش فيك. إن شاء الله ربي إن شاء الله قضيتك مقضية. ربي يعطيك ما تتمنى. عطاك ربي راه يعطي كل شيء. مرحبا بنتي. عايشك. حب نجيب صغير. إن شاء الله ربي يعمر حزامك ويطعمك وتجينا لهنا فرحانة وصغير في حضنك إن شاء الله. مرحبا بنتي. تفضل خذ فمك. تفضل. إن شاء الله قضيتك مقضية. سافا؟ سافا؟ مش قد بعدي شوي. كنت تجينا بذبيحة صاحبي الله يرحمه. الله يخدني على الآخر. بركة فيك. عايشك. أنت شو ترحم. شو عاملة أنت؟ شنو أمورك؟ هكيكا. خايفة برشا. قريب نعمل التيست. عرفت عندك البول دونغواس اللي تبدا مكبشه لهني هذيك هكا هكا عرفتها؟ شنو نعرفها؟ عايش بيها كل يوم انا. عمري ما ريت واحد يحكي على روحه هكا معناها كيف كنت. لا هذا وين معامله عليك باش تطلع لي المورال وتعطيني دي زونت بوزيتيف. انت تعرف فيك تتوحم وتجي تتخلوط. يا بنتي خير عبد باش يعطيك زونت بوزيتيف في الدنيا هذيا وين؟ يقول لي علاش ما تعملش تيست تاع فارماسي؟ لا 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 باش نعمل ديريكتومون تيست في اللابو ومش متاعي زاد. باهي تحب نهزك اللابو تاع واحد حبايب؟ باهي ثقة؟ يعجبك شي شنو ثقة؟ ثقة بيان سور. اوكي. ها؟ داكوغ. اي سون بروبليم. سا مارش. تعركت انا واسماعيل البارح. روح مدقدق ماكل تريحة عينه هكا من هنا كلها زرقة. مش انت تحكي؟ والله غريب احكي تحكي لي فيهم انا اسمعي نعرف قداش ليا توا عوام اول ما سمعت عليه حكيت كيما هكا. ممكن جيت عايش معاه كوتيديان ما راك تعرف على حقيقته. غريبة. هو في علم انه هيك نعرفوا بعضنا؟ أنا وياك نعرفوا بعضنا؟ يعجبك شي تو؟ يا بنتي سيريو نحكي راني ونجي فدك معاك. بجد والله يبقى لخطي الحكاية هذي. تعرف كان نقول له شنو يصير؟ تولي مشكلة كبيرة ويولي فيا أنا العسل وشوف شنو باش يطلع عليك أنت ويهدم الكلاوي و إيه؟ أنا نعرفه كيفاش يخمم مخو خامش. أما المشكلة اللي هو أنا باش يعرف. خليها كيكا خير. تحب نقول له انا؟ ها؟ لا. ليه؟ ليه؟ اوكي، ليه؟ مشيت معاك. انا وياك نعمل في حاجة غلطة؟ ليه؟ حاجة. كهو. بركة فيك. انا اللي عادت عليك دول يا مرة. كاين راجل ناس طيبة. ناس طيبة كاين. الله يرحمك. وربي يصبرك. الله يرحمك. معك ربي والله خليك شغلي ما خليك ولا ربي يرحمه وينعم عبد العزيز. تخافش مش بيك مركزة كينا على المشاكل سايس روحك هنا جينا مش بدلو جو نخدمو بدلو جو بيه
أهلا باجر. شنو عاملين جوا؟ أهلا سليم، سافا؟ شكون السيد اللي معك؟ رؤوف. قلت شكون السيد اللي معك؟ رؤوف اسمي. أولا مانيش مجبورة باش نجاوبك على خاطرك تعملي في تحقيق هون، أما هاني باش نقول لك باش مخك ما يمشيش بعيد. رؤوف رئيس تحرير متاع تالي اللي نخدم فيها. ورئيس تحرير؟ قعدت عشان انت وياه راس راس في الحمامات؟ شبيك لاباس؟ انت ما كلمتكش، نكلم في مرت خويا. ريزون دو بلوس مرت خوك، نورمالمون تقدرها مش تعمل لها هكا فضايح قدام الناس. يا اخي شنو اللي ريتني عامله؟ مراه راني نخدم على روحي نقابل في العباد في ليو بوبليك، ما فما حتى شيء وعندي سيمينار هوني اون بلوس، بهيش زاد؟ سيمينار؟ الله اعلم من كنتوا وش كنتوا تعملوا؟ تقول لي سيمينار؟ شبيك تخلوذ يا اخي؟ شبيك يا اخي؟ لاباس؟ صح عليك يا هاجر، عملت اللي يظهر لك على خاطر بيرم جا في العراضة، أما حسابك مع يحيى توا نستك رئيس تحرير. صح عليك، شنو الهم هذايا فرخ هذايا؟ سيب برصتك، شبيه يا أخي؟ عملت قهوة؟ لا يعيشك، صح صح، افطرت. شوف شمس، عم عبد العزيز عنده مقدم اللي توفى. يا رب. يظل وقايد باش نحكيه. عمر بعيني باش نحكي في شيء راهو. زلنا نحكيه شنو صار اللي خلط عليك في دار جماعة. عمر سي بون، فات الحكاية، جي تغني لا باش. وأنا من حقي باش نفهم. وأنا زاد من حقي باش نسكت. شوف شمس، ما نجموش نقدموا هكا راهو. أنا مسامحك متفاهمين، أما ما فسر لي. مرفقني اختاني تمرشت راني ليليا وراها الحكايه مش هكا؟ اي ليليا وراها الحكايه واللي قلته الكل صحيح. سافا هكا ارتحت؟ بيه 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 من غير تنرفيز، انا حبيت نحكي وباش نسكر الحكايه فرد مر، مش حكايه ترى عندي حق ولا ما عنديش. معناتها فيش شكك انت؟ تكلم قل لي فيش شكك، ماك تحب نسكروه الدوسي؟ تكلم. شو تمشي تعمل كل ليله؟ نمشي نشطح ونروح. نشطح ونروح كاو. لو هادي تعرف كان سبيتني خير كانك ما تعرفنيش. ها شمس، انا سامحتك مش نجمو كملوا من بعضنا، لازم تكون عندي ثقة كبيرة فيك، راه الحب وحده ما يكفيش. تحب تعرف علاش عملت هكا؟ فصل. عييت عمر عييت، خاطر عندي مشاكل متاع فلوس، خاطر ما عادش خالطة لنديوي با لنخلص كري لنخلص لمي لنخلص لضو، خاطر نحب نجيب مرا تعاوني، خاطر فديت من قضية الشارع من قضية الدار، خاطر فديت من شدين صف الأسيغانس ملي عمري 16 سنة وانا نعاني، عمري مرقت لي كاملة على بعضها. شكون تحبني نقولك لي امتي من هاك؟ شكون ترى؟ البا؟ تحبوا يفطل لي عندي مشاكل متاع فلوس؟ ابخي طويلة ما عملت حتى شي غلط، شي جوا ما نجمش، عندي برشا قضيات. جيتك عزيزة سي يحيى، مرحبا بيك. عايشك سيدي. يلفوك اون لاغوز ها؟ ان شاء الله اون لاغوز. ديما شيخ انت يا؟ ديما شيخ، خاطر نحب الدنيا هكاكا، لازمنا نعيشوها كيما هي، نشيخوا وننصبوا ونشربوا ونفرحوا ونسافروا ونحبوا. ديما بون فيفون سي اسماعيل زيد. سي اون فيلوزوفي دو موند، سي اون فيزيون بالحق. على خاطر تقول لك الحياة قصيرة والوقت يجري وباش نعيشوا فيها مرة برك. صحيح، والله صحيح.
انا واحد من الناس ملي خرجت من الاوردر ما نكذبش عليك، انا ما عادش نحس فيها العيشه هذه وما عادش عايش بكل. قوم نمشي نخدم نروح نخدم نروح، هذاك هو هذاك الريتم تاعي لي بلوس لي موان. طيب تعدى على راسك مش شويه عادك، انا زي كل شيء وفاه تو ان شاء الله ان شاء الله. عندك شي فكره على الدوسي ونوصل الجمعه هذه باش نفصلوه سي، باش نعملوا قاعده في الكونسي دو لور الناس كل متفقين باش ترجع. مرحبا بك. يعيشك على هذيك الحاجه ان شاء الله. لازمك تطلب تعويض. مش حكيت تعويض اسماعيل، اسمعني انا واحد من الناس تعرف اللي بعد الحكايه هذيا قداش عباد عفست فيا وريبيتاسيون تاعي قداش تمست، ما نعرفش كان نجم نرجع طبيب كيما قبل ولا لا، مانيش متاكد من الحكايه هذيا. لو بكل ترجع ترجع، اللي يصير له مشكله كيما هكا من الاول يلقى روحه وحده وما يقف مع حد. انا والله فاهمك ونعرف انت سيت ان سيتياسيون تري ديفيسيل، ما يحس الجمره كما قلوا كان اللي يحصل عليها ما بوم بالوقت تو ترجع. ما زلت متقلق انت شويه مشاكل في الدار. انت مرتك؟ انا مرتي. الحكايه انت العرس نورمالمون لازمها ترجع سي دي دي عام وخلص. معقول. باه سي اسماعيل، انا جيتك زاد على حكايه اخرى، حكايه بلو بيرسونيل ما بيناتي انا وياك، نحب نوضحها معاك. ليه ما تتفجعش فما حتى شنو هذا؟ ملاك يا ملاك، شنو هذا يا سي فهري؟ شمس والله من مرمك، والله ما نوريك شمس اش تعمل يا مريض يا بسيكوبات، هكا تعمل فيا هكا؟ فجرتك بالدباع شمس، فجرتك اش تعملون يا سي؟ اش تعملون؟ انت طبيب تعرف هذه؟ انت تعرف وجه هذا؟ انت تعرف المجرم هذا؟ ليش ضربنيش؟ انا ما صحيت على واحد كيفك بسيكوبات مريض مريض، والله ما نضحك والله ما ندمرك على مقهرتي وشبيتي، والله ما ندمرك والله يا اسماعيل ما ندمرك. شعبت لك؟ شعبت لي؟ تسر شعبت لي؟ تسر شعبت لي؟ قتلت لي بوك ولا شعبت لي؟ عليه انا عزرائيل قتلته بوك. يا يحيى يا يحيى يا رب المدي يا رب المدي، والله ما نوريك. خرج عليك والله ما نوريك، والله ما تشوف يا مريم. شمس اخرج عليا يا مريم. سليم ما تبدلش الحديث، خوك غلط لازمك تسامحه. كي باهي تنشوف مش هذا موضوعنا، اما لازم نحكي لك على مرته. مش باهي مرته زاد عنده الحق اذا كان شك فيها. علاه سمعت حاجه؟ ما سمعتش، عملت بعيني. شنو اللي يريد تكلم؟ شنو يريد؟ يا ريتني ما ريت اللي باش نحكيه لك عمده، ماذا بيا توصلوا ليحيى، خاطر انا نحبش نحكي معاه. انا يحيى يقعد ديما خويا وما نحبش فيه، واللي يمسي ومسني. يتكلم منطق، شنو اللي ريتو؟ مشيت انا وصاحبتي الحمامات، لقيت هاجر هي وصاحبها. صاحبها؟ شكون؟ رؤوف عرفها. رؤوف؟ تاع الاخبار؟ خوك شك وطلع في بلاصتو. شافتك؟ شافتني وتعرفني قدام العباد الكل. انت فضيحه في الغستو. شو سليم عايش خويا؟ الحكايه هذه مش لازم تحكيها لاخوك. يزيه اللي فيه هو. وزيد خليه يطلق ونرتاح ونسكن. حكايه بيرم شبيه بيرم؟ في بالك شو؟ في بالي بشنو؟ عميت شنو الحكاية؟ اقعد اقعد، يذولي حتى هو عندهم يقول لك. باش ناخذ كاستك. الولاد خليكم تحكيو، نرجع لكم بعد شوية. باهي اش عندكم تحكي لي؟ وي اهلا، عجبني الابارتمون، كي نلقى غدا نقله. ماك تعرف على باب الباب تبي نقل غدا، شوف مع صاحبك هذا.
حوايجك هز فلي جيتك غير ما تعب روحك هز عارفك راهو فخ ايش بيك هبلت لي وليت مريضه بالشك انت طلع لي قولون شو طلع لي قولون لاباس عليها؟ شعر قتلتها وتقولي لاباس؟ أمام برسمك يا مان عايش وين؟ انتي شعر ما بي سألتك سؤال جاوبني على قد سؤالي لاباس عليها ولا؟ لاباس هزيتها الكلينيك وعطاها دي كلمة وبعد روحت بها أما يحيى في بالك بروحك شو عملت؟ تحب تقولي فرحة بس خرجتني من سينتي خرجتني من سينتي غلبت عليا دخلت في حيط راني انا عبد داخل في حيط اوكي كما جيت شنتي ممكن نقتلها ولا نعم في حامله في بالك في الكلينيك شدوا فيها صحيح مش تشكي بيك قلت لهم لا راهو راجلي تعرفي مش متاع الشيء هذا تخرمي فرحان بعملتي يحيى ماني قتلك طلقها طلق الكازي وعتق روحك هيا مش وقت حديث تو هيا جاي روح بيت بحدا هيا ما تروحش لامك في الحالة هذه هيا لا عايشك ما تشعليك امشي على روحك امشي على روحك بشد هنقعد وحدي ولا بشد عايش خو نفس عليك تو نكلمك ماشي وين انت؟ الو يحيى لاباس اي اسمعني نجمو نتقابلوا بعد شويه لا اسمعني انا مش قد بعدي بالكل راهو خليه يغدو ولا حاجهكا امان جي بوزون دو توا اوكي تنطا تلكي اوكي باي اتوت امانينا وامانينا وهذه بلاد قرع مش متاع مدلينا يا واماني لاباس صباح الخير مدام صباح الخير خديجه لاباس لاباس عايشك اخي ما تقولي ليش وينك البارح وانت من وقتاش تسال توحشتك مدام الله يخليك عليا بلاصه قولي نعم اسماعيل خرج اي افطر وخرج ما عندوش برش اسمعني نعم مدام تهيلي اليوم بالكوجينه مليح الله يبارك كوني متهنيه مدام وي مدام النجم غدوه ما نجيش علاش بيك لباسه لا لباس باش نحي الصغير يا اخي مش عطيتك حرابش وصيتك قداش من مره ترد بالك الله غالب يا مدام نسيت ما شربتهمش نهار ولا هي فني الله غالب توا كيف حصل للصغير خلي كيفاش يا مدام باش نخليه ما كي تعرفي الظروف هما أربعة صغار حايرة فيهم وفي ماكلتهم وشرابهم ولبستهم نزيد نكمل عليهم الخامس ها وزيد لا عندي ليه لا وقت لا فلوس لا جهد بصراحة تعبت زيد خم ما غير ما نخم وزيد راجلي ما في بالوش والله يا مدام ورحمة باب لو كان يسمع بي حبلت إلا ما يشومني النهار هاني ساكت علي جبت وحدك الصغيرة حكاية فارغة عندي راجل لا يفهم ولا يطعم زيد ما كمل عليا كان هو بالضرب وفكال الفلوس والسكرة يضربك يضرب برك
يضرب ويسب ويمرمد ويبدا يرفس فيا حتى قدام اولادي. ونكمل نزيد نقول راني حبله في الخامس لما يقتلني ويخليهم يتامى. ان شاء الله لاباس. وهاكا زيد خذ نهاري نزيد ارتاح فيهم. يعيشك يا مدام، ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك، وان شاء الله ربي يعمر حزامك بجاه النبي. تستحق فلوس؟ لا كثرهم عليك يا مدام، الحمد لله. هيا بالسلام. بسلامة. تهني على الكوجينة مدام، ها؟ تهني. شاطني. بسم الله عليك. زلت مستحفظ على فتح الدار؟ شو ما الفليجيت هذا؟ تقوليش تحركت انت ومرتك؟ يح قولي ايش صار؟ كلم فيك. ليش نخرج من داري؟ ايش تخرج من الدار؟ مش تطلق. طلق؟ عليه؟ العرس لعبة هو؟ فكرتش في هذا بالقديم؟ انت عندك مدة من اللي تغيرت راك 100% مرتك ظالمها. هاني نقول لك انا شنية ظلمها بربي؟ اي انت بتعرف شيرة؟ نعرف شيرة. ما في علمك بشيها، خاطر انا مخبي عليك ليه ادرى قديش ومتبع في حكاية. شنو اللي مخبي عليه؟ وطلعت صحيحة الحكاية. شنو هي الحكاية اللي صحيحة؟ تكلم قول، راك فجعتني. يتكلم. تقول لي قلبي باش يسقط. بيه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. أحمد. وي. نجم تعوضني اليوم أمان؟ تقرأ في بلاستي الأخبار؟ لا جي أمبوسيبل اليوم، ما نجمش، باش نقعدوا وحدنا باش نحلوا راه. شنو ما نخليكمش وحدكم؟ تاعبة، مريضة، مدقدقة. يا أخي شنو يزني أوبيراسيونيل أنا عام كامل 24 أور سو 24؟ كيف باش نعملوا احنا؟ لا أنت لا سي رؤوف، باش نقعدوا وحدنا باش نحلوا راه. علاش بيه رؤوف؟ يا أخي ما في بالكش؟ في باليش صار؟ ما هو البارح ضربتوا كهربا، هاكا هزوه يعملوا لي في عملية ولتوا ولا فاق. شكون عمل هالعملة؟ ما يعرفوش. يلزمني نمشي له تو. اما نعيش خويا، عوضني. هاجر، امبوسيبل، عندك مباشر ساعة أخرى. قلت لك يلزمني نمشي له. فانا كلينيك هو. كلينيك الفويد. اوكي، ميرسي. هاي عايش ولدي برا، ادخل في ساعة من دروسك. يا حب نلعب اكس بوكس. قلت لك اعمل دروسك قبل وبعد اعمل اش تحب. هاي بمشي. ماني قلت لك بكره شمشي. اكبر شوية عايش ولدي. شنو باش يعيش معاه؟ ما تنجمش تمشي تعيش معاه. بوك ما يحبكش تعيش معاه. انا امك، انا تعيش معايا، افهم. تكذب يحبني. انا امك تقولي تكذب تحشمش يا اخي. هكا الله يرحمه. شو مصدقة لي هو ميت؟ شو مصدقة لي؟ مش نسمع صوته. عشرة تعرف نعطي عمري الكل مش نعدي ساعة واحدة كهو معه.
عم عبد العزيز عاش حياته واللي يمشي ما يرجعش. عم انتي توا الدنيا مازالت قدامك. عاش بشي حليلي حتى شي بعده. شنو حتى كان شنو؟ عم عبد العزيز جيتك خاطب براغب في بنتك شمس تعطيها لي؟ سمعتو؟ قايل وصول تقول لازم تجيب بوك للدار. حاضر نقعدك مرة جاية نجيب بابا عموماتي وخوالي للدار ونعمل خطوة بتاع رجال. شو؟ موافقة؟ سمعت ولا قال لي لازمك شاورك. تعمليش عندك السكوت على متريضة وكل شيء. مادام بابا موافق انا موافقة. عايشك عم عبد العزيز تهنى عليه حطها في عيني. شو جايبك انت تاو؟ اخرج عليا. توحشتك جيت نطلع عليك. توحشتني تتراودن عليا تتراودن عليا. اخرج عليا خاطرك ما عادش نحب نشوف منظرك البيب شو بدل نكوبة. هز عليا فرتك الكل واخرج. اسمعك انا وزير الدار بضحك. انا وزير الدار خاطرك اخرج عليا ما عادش نحب نشوفك جمله. الراجل متلوح في السبيطار بين حياه وموت. رؤوف ضربته كهرباء. يا رؤوف يا بنت اخطر لي انا راني قدامك. علاش تحب تقتل الراجل؟ اش عمل لك راجل تحب تقتله؟ ما تحاول تقتلني تحب تحرقني انا احرقني توا خذني سلك. يا اسكت اسكت اسكت. شكون ابو بيرم؟ خديجة تنسى الحرابش نهار ولا نهارين تحبل وتمشي تنحي. أنا بدني خربته بالزريرق خليتش حاجة ما عملتهاش. جينيكولوج مرشتلو الكبدة متاعو كذبوا الناس كذبوا الناس كذبوا الناس. تعرف شو عملت المرة اللي فاتت؟ مشيت شغلت شمعة في ولي عند الطبيبة سيانتيفيك المثقفة عطيني حاجة نصدقها كهو نصدق لي أنا باش نولي أم نولي أم. كلمة عدو نوصل دو ما اشتعد بروحكك. تعرفش معليها منيش باش نولي أم. حتى حد ما هو باش يعيط لي ماما. حتى حد ما هو باش يقول لي أمي توحشتك.
طفل صغير ولا طفلة صغيرة نغزر لها ونقول شو كيفاش تشبه لي. عبد نهار آخر يتفكرني يقول أمي كانت محليها. عايش كريت روحك عايش. يعلق تصويرتي في داره. معلش هكذا. كيف نموت؟ شكون باش يبكي عليا؟ يسري عايشك. شكون باش يبكي عليا؟ دريد يعيشك. ها؟ الدريد. شكون؟ ها؟ عسلامة. انت من عائلته؟ انا مرته. انا هجر زميلته. في بالي انا في بالي بيك اكثر شويه من زميلته. نجم نقول صاحبته. يزور لي مش وقته. وزيد يلزمنا نتجاوزوهم الحكايات هذوما توا. انا مانيش صاحبته. وانت ماكش مرته. في بالي الاكس نتاعو. ليه؟ مازلت ما وليتش اكس. القضيه مازلت قدام المحكمه. قانونيا مازلت مرته. مانيش باش نتجاوزهم الحكايات هذوما. كنت لابس عليا في داري. عملي دخلت بيناتنا. حيتي كل تفرست. في بالك اللي انا مراه معرسه؟ قتلتني بالضحك. والله مانيش قاعده نرافي حتى شيء ضحك. يا اخي انت شامته فيا؟ ليه لا؟ انا ذيك راجلي وبو صغاري وبينتنا عشره. حتى كان تفارقنا عمري لا نشمت فيه. وين باش ناخذ له حقه منك انت وراجلك؟ حقه؟ وش مدخله راجلي؟ اي حقه، راجلك اللي ضربه بالكرهبة وهرب. شنو هو؟ منين جبتها الحكايه هذه يا اخي؟ روف احكي لصاحبه اللي سلفك شاتكم بالكمش انت وياه. والاكسيدون اللي بالنسبه ليا مش اكسيدون، محاوله قتل. بعد ما شافك خو راجلك وانت يا مدام يا معرسه في بالي بيك على ابواب طليق، خاطر راجلك شاكك فيك. انت قاعده تهز وتنفض راك. وانا ما نحبش نسمع الحكايه هذوما تو. أنا جيت باش ندمان عليه وقوم بالواجب كهو. عايشك صاحبة الواجب ويكثر خيرك. هاي تفضل تابعي. وقت اللي نجيب حذاك لدارك يا مدام وقتها طردني. أما هنا أنا نقعد قد ما نحب. وتو باش نتفضل الروح على خاطر أنا نحب الروح. والله إلا ما نشكي بيك ونطحي البحث ونشوفه يا أنا يا أنت. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Lilou. Merci, c'est gentil. Il faut attendre le gâteau. Je ne sais pas si je vais faire. Allez, ça marche, merci. C'est très gentil, vraiment, il est magnifique le gâteau. De rien, de rien. كل عام تحيا بخير عزيزتي. عايشك. كيف عرفت لها عيد ميلادي؟ قال لي مارك زوكربيرغ. ميرسي فيسبوك. اي. باش هذا؟ فرومبواز. تعرف زاد اللي انا نحب الفرومبواز. وي. يا مهف. جيب سكينة. حبيت نجيب شمع. تعرف الطبيب وصاني من هسه جرزين. الطبيب وساك ما تهزش الرزين. ايه عليه بكش عزوزه نتاعك هنا. زاد صغيره طنطن راني وا. صغيره ما تعرفش. صغيره ونعرف. خلي خلي عليك خلي. شبيك ليلو؟ نسيت اخر مره قالوا لي فيها بون انيفرسير ولا ذكروني فيها ولا حتى اخر مره فيها كادو ميم با جاني كادو. لا سي اللي كانت تذكرني هي ماما مسكينه. كانت تكلمني ميم با تعرف عليا وين بعيده قريبه. سا ما في انورمون بليزير ان توكا. ميرسي لواني معك عمري ما خليك. وتعرف حاجه مهما صار ما بيناتنا نقعد كل عام نجيك في عيد ميلادك ونجيب لك كادو. عشق تفاصيل ما عادش حاب نفرح برشا خاطر كل مرة نفرح بها الدنيا تدور باهي. ميرسي. شو يحيى؟ عيطت لك باش نحكيو شوية في اللي صار كل مرة مع شمس. شمس حكيت لي كل شيء يا راهو.
بلا حكيت لك بلا كيفير واحدة طفلة طايشة يستريك وانتي طبيب وتعرف اللي يموت لواحد من أقاربه يقول الطبيب ولا قتل ده مش هذه الحكاية اسماعيل البنية متربية ونعرفها بالبداية وبنت عائلة جستو ما هو ماهيش متربية وقليل تحياء لا سبابري وما نسمعك مش تحكي لها هاك سي اسماعيل اسمعني أخسر أنا نعزك وقدرك برشا انتي بروفي راك والأمور هذية نعرفها احنا رجال ونفهموا بعضنا ساعة غير أما ما ندخلوش البروفيسيونيل في الحياة الشخصية طفلة هذي قدش عندك نعم تعرفها قدش من عام تربيت قدامي وانا قدش عندك من عام اللي قضيت عندي في فاكولتي الميدسين علاش قضيت 18 19 سنين وتصدق طفلة كما هذه فقصة صغيرة كذب يودي مش هذه الحكاية ما نجيبش خدك صدقتك اسمعني كل... كلك اسمعني كلك الناس كل تعرف اللي انا نحب النساء سي دكتور عمرك شي نهار سمعت واحدة شكيت بيا بولا رسالمو حقيقة ما سمعتش إيه سيفري عايش وعايش ونسهر مو شيخ وانت قلتها تعرف سي بانكرين هذيك امورك اعذر ما نجيش نحكي معاك على حياتك الشخصية ولا انا باش نقول لك عملت ما عملتش شوف يا حي خلينا نحكي لك كل شيء بالاخر الطفلة هذه سي اون بيتيت مونتوز تكذب على ابوها رجل فاضل الله يرحمه وينعمه هو توا في دار الحق واحنا في دار الباطل تعرفت عليها في السهرية متاع شيخات بعد مدة جابت لي بوها لهنا جراف مملات حبت تعمل معايا مارشي قالت لي دونك داويه بلاش تكفل بيه وانا ردمتك خبيش عليك تغششت عليها جولي ان بو يوميلي قلت لهم يجيش ماكش تربي كلام كيكا كون سا سي كومبليكي والراجل مات عملت هيستيريا جات لنا باش تعمل لي فيلم فيلم يلا خلي نمشي سي اسماعيل بسلام ماكش تصدقني يا اخي لاباس عينك يا حتي اليرجي اون ديري با بسلام سي اسماعيل قداش عمر ولدك مدام؟ 9 سنين ما تفكرش انه لابس؟ اي نفكر لابس سروال جي وريول جري وفيست بلو سيال عندك تصويته؟ اي عندي بس يا كمال اجاني بالزربه ايش؟ وين على خير اذا فما شكون يخرج من الدار نخرج انا تخرج انت انا الدار هذي كرهتها وين ناويه تمشي بحضمي شويه حتى لين ناخذ دار وعليها زربة مش زربة وقيت جستو ما موش وقته مازال تعب كم شي نزيد نقعد لهني باش نزيد نتعب انت شوف انا نشوف بالعشرة مرة اللي مش معقول باش تخرج انت من الدار تو نمشي انا نخرج شوف الناس كل قلت لك الدار هذه كرهتها ما عادش نجم نزيد فيها حتى دقيقة إذا تسحق أي شيء مستعد باش نعطيه لك عندي فلوس تكفيني 100 سنة لقدام وما عنديش شكون باش يورث مالك هوا يلزمنا نشوفوا تلقوا في ساعة في ساعة بالدار هذه ولا في الخدمة اش باش تعمل؟ ناوي ناخذ كونجي من بعد نشوف مازلت ما نعرفش أنا ما عادش نشوفك ما كرهتنيش
توحشك. ايش عندي؟ ايش؟ تخليني شوحدي؟ فين ده؟ Je dois partir. Mais, t'en as celle qui fait que j'ai dit. Ya Aïchka, qu'on lui s'est nagé, puis qu'il touche le hajj, ou s'il touche le hajj. Bé, il y a un téléphone qui est en train de me faire un peu de temps. Aïchka, Aïchka, merci. Bé, il y a un peu de temps. عسلامة أمي فاطمة. ما عادش تضربني. أنا ضربتك أما بيرم برا بيتك عندي معقول أنا وأمك. تفضل ادخل أمي فاطمة. لا لا مانيش داخلة. عندي كلمتين جيت باش نقولهم لك. كنا نقولوا هاجر بنت عايلة ومثقفة. يا أخي العمايل اللي عملتهم بنات الشوارع ما يعملوهمش. علاش؟ باش حللك من ربي. حطمت لي ولدي وحطمتك الملايك ما عندكش قلب. أمي فاطمة الحكاية هذه ما تنجمش تفهمها راه اسمي ما حاش تذكر على فمك. ما يشرفنيش باش نكون أم واحدة كيفك. وانت شكون يفهم حكاياتك؟ شبيك ما تغشى أمي اليوم؟ بالطبيعة ما في بالك بشي بعد بيت البر. تو بربي أنا طفلة باش تحوزر عليها؟ طفلة ولا طفل كيف كيف الحرام حرام لحساب باش نتحاسبوا لكلنا كيف كيف. واش من قال لك انام في الحرام؟ لا لا سيدي تيتا قدامك انا. باهي ما عندي نحكي لك. تفضل سيدي. فما طفله عجبتني نحب ناخذها. ان شاء الله مبروك عليك. واش ما فرحتش؟ ما عاد شيء يفرحني. باهي اش قولك في ليليا؟ ما عندي ما نقول. عليه؟ على خاطر ما عاد عندي ثقة في حتى حد. وقت اللي خطبنا لخوك شينا فرحين يا سعدنا واش عندنا باش نسبوا الناس بالقدا هاك واش صار لنا. واش معناها؟ معناها اللي فيه رضا والخير ربي سهل فيه. معناها ما تقولش ليه على ليليا. شكون اللي يجي؟ نحب الرحمت. قوم حلينا. اقعد غادي. عسلامة حاجة. عسلامة. يحيى بن عبد الله موجود؟ لا لا تفضل انا امه. عنده استدعاء للمحكمة. محكمة؟ ايش فهمت؟ تفضل صحح لي هوني. فهمني عايش ولدي ايش فهمني؟ قول له جيب حذانا وتعرف كل شيء. بارك الله فيك. سلامة. اطلب خوف، قول له يجي فيسع فيسع. ايش فهم امي؟ شنو الحكاية؟ توا جايبني هكايا انا بطالون وروبة قصيرة. لطف عليك لطف عليك ليندا. ولا اش قلت لي انت توا تحب تمشي بلاصة ما فيهاش عينين؟ انا جبتك بلاصة ما فيهاش عينين فما حد. لا منك للطبيعة. خرجت من الدار ميلا؟ وي كا هزيت فاليشتي حكيت معاه شوية قبل ما نخرج. اي كا يزي مش قال هو؟ هو قال لي زيد خمم زيدو نحكي وكان تحب خلي لك الدار نخرج انا. قلت له لي ايزي ايزي ما عادش نحب حد شيء فكرني باللي عشت والكل ايزي بالحق. هي اللي الحاجه اللي تخليني نقعد بيها اللي حكايتنا زوز ساعه انا وياك جاو مع بعضهم كيف كيف شبوا ياسر لبعضهم وكل شيء هكا ولا انكرويابل ليفري. اي والحاجه الثانيه اللي نعايشه انا تو عمري كنت تصور باش نخرج من داري مثلا. عمري ما كنت تصور قبل اللي معناتها نخلي هاجر وبيرم ونخرج من الدار هكاك معناتها ما نسخايبش. هي ماهيش سهله بالكل معناتها باش تخرج من دارك راه فهمت خاطر مش على عبد برك راه
حتى على الحاجات اللي مش تخليهم في دارك، الحاجات اللي عشتهم غادي البي والخايب راهم فهمت، يرجع لك تو بار اكزومبل نبدا في اللي نتذكر معناتها نرجع نذكر وكل ميمو لغالب معناتها هذايا كاو هذيك سنة الحياة كيما فهمت. يظهر لي انه واحد لما مون دوني يلزمو يلترونش معناتها يقص الحكاية كهو وفي باللي فيها الكل سينو واحد ما يقعد ويقف من هو معناتها. انت واسماعيل انت واسماعيل فيني فيني ما عادش نجمو نكملوا مع بعضكم؟ لا لا شي 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 نعم. هو ما قال شي لتوا ما يعني حكيت لك ما مسمع مع ما عودش كلمت وما عودش كلمني ما جوست قلنا نعينوا جلسة لطليق لو بلو تو بوسيبل و فوالا اسمع كان تحب نعملوها فرد نهار جلسة تطليق اي نعملوها مش مشكلة نعملوا تطليق فرد نهار ونعملوا العرس زادة فرد نهار. يحيى بن عبد الله وجدت لك محاولة قتل نفس بشرية عمدا. أنا قتل؟ أنت تعرف روف الكامل؟ أنا نعرفه نعرفه سطحيا. بين السيفة تعرف؟ أعرف مرتي في الخدمة. أكاو. كاو؟ ما فماش علاقة شخصية تربطك بيه. ما عندي حتى علاقة بيه. أما لك مقدم لي شكاية تتهم فيه بالزنا هو مرتك. سيد الرئيس الشكايه اللي قدمناها مستقله عن قضيه الحق. كيفاش مستقل؟ انا سالت منوبك استاذه وقلت له يعرفوا بصفه شخصيه ولا قال لي هو ما يعرفوش. اي تقديم شكايه لا يعني المعرفه بصفه شخصيه. باهي ما تعرفوش بصفه شخصيه؟ صحيح اللي انت عملت تحليل جيني ثبت به اللي بايري ماهوش ولدك؟ التحليل الجيني سيد الرئيس غير ماذون من طرف المحكمه ولا يمكن الاعتماد عليه. قل لي يحيى انت شكيت في مرتك تخون فيك مع رؤوف؟ اي صحيح. ونهار الحادث مع الحداش بتاع الليل فين كنت؟ الحداش بتاع الليل اللي دولي نسوق في كرامتي. اي فما شكون معاك؟ ليه كنت في دار واحد صاحبي وبعد روحت لداري طول ما مشيت لحتى بلاص اخرى. اي في دار صاحبك ما فما حد اخر؟ معايا خويا سليم. على ذكر خوك سليم صحيح اللي هو قال لك شاف مرتك وروف في الحمامات؟ آخر سؤال يا سيح، فما واحد متعدي أعطاه مواصفات كي مواصفات كربت في وقت ومكان الحادث، إيش عندك ما تقول؟ زيد حكيت لأمي قلت نحب نخطبك. تحكي بجدك؟ هي علاش؟ إذا اللي شرب برشا أنت اليوم. ليلى نحب ناخذك. علاه؟ باش نبعث مرة للعيشة متاعي ومشيت وين جيت شبيك شتا؟ ما شكون دخلت ما شكون خرجت. سليم انا طفله عايشه حياتي وعرفتني عايشه حياتي ندخل ونخرج وقت اللي نحب كيف ما نحب وبالعربي لاني متاع ماخذه لاني متاع عرس. ليه نحب نهرس بيك؟ شبيك بيت تحبني نكذب عليك؟ بلادنا صغيرة حتى شي ما يتخبى وزيد انا عملت برشا حاجات ندم عليهم ما كنتش تصور باش ندم عليهم كيما هك. ليلى شنو من الحاجات؟ احكي لي. تحب نقولك وين بير؟ تحب نقولك انت اول واحد عرفتو؟ عمري ما خرجت ولا عمري ما قعدت ولا عمري ما شربت. خرجت وقعدت وشربت كل عبيد الكل كل الناس الكل. اما انتم الناس ما ترحموش احنا عايشين في البلاد ما ترحمش. جي نهار طيشني على طول يدك الكلبة. ليلي انا نحبك. حتى نحبك ونحبك ونحبك هما سبب بوسيبل اللي عملته بشي ثقل عليك ولا
لا انت باش تقبل بيه لا عادك باش تقبل بيه لا حد ما حبيتش نوصل كيما هكا. ماشي تلوج على طفلة تحبني وتقبل تعرس بيها. يحيى انفا سافا كلمتك تليفونك مسكر. كنت في الحبس. حبس شنو؟ كنت مشدود. شنو مشدود في الحبس هذا؟ على خاطر سي رؤوف عارف ياجر تخلف فيه واحد بالكرهبة وهرب، شكوا فيه انا، شدوا حقه معايا وشدوني. كما جاش فيه قوة من بعد قال لهم اللي مش انا اللي مشيت فيها. اي الحمد لله شهد. وليت خايفة عليك راني. تي لاباس لاباس. عفوا. تعرف وقت اللي كنت مشدود فما عاود برك خممت فيه. اش عملت مع راجل؟ عينا جلسة. جمعة داخلة. مش زيد السنة جمعة أخرى معناتها؟ فهمتكش. عارس بيه؟ ودور شو جاي؟ حاب نعرس بيه؟ بهي نحب نهزك معايا البقعة باش تشوف شكون. اوكي هاي تبعك تفضل يلا. لا ما انت كلك هكا دي سوربريز. بوتو بوتو طلع شكون؟ ما نعرفش. تفكرت هالمرأة اللي جاتك لاسوسياسيون جاتنا الكلينيك ولدها؟ فيسي الله يرحمها. سميته مهدي. عليه قاعد ديما نجي نطلع عليه من وقتها بس كل يوم. شنو ربيت عليه كبدة؟ ها؟ ما ولدي. عنده برشا ولاد هوني؟ ايه هذيك اسماء عمر ومنتصر. تعرفهم الكل انت؟ وبيه برشا الملجأ هذا محلول؟ صافي يبدو لي عندهم 4-5 سنين هكاك. ما هدوش. خمش نكلم محامي. تحب تستناه؟ تحبش؟ هيتو. أي سويتي أي. وجهي تطوط. ليه ليه بابا ليه؟ با ربيهم مع بعضنا إن شاء الله. صباح الخير روف. شبيك يا اخي؟ جي نطل عليك راهو. شبيك مطفيني؟ اش عملت لك يا اخي؟ اش عندك باش تعمل لي اكثر ما عملت لي؟ لقيت روحي امبليكي في قضيه لا اعلم وين ماشي الحكايه. وين اش مدخلني؟ كي راجلي مهبول ومشكيك هنا شنو ذنبي؟
أنا كي حكي معايا الأفوكا ما صدقتش، دخت قلت هاجر تعمل هكا. هاجر تجيب طفل من راجل مش راجلك، نورمال؟ أنا نسلكها ونفضها مع راجلك، تتفاصون بير موش ولدي ما صار بيناتنا شيء. مسكين وكاهو راجلك ولدك هكا رؤوف في صح كبت عليا من غير حتى ما تسمعني فسر لك. يتفضل فسر، أني نسمع فيك. مش باش تحكي ليه؟ زيت أنا نفضها وقدم استقالتي ونهاجم منها البلاد هذيا. كلكم سمعتوني الكلام من غير ما حتى واحد فيكم يراجع روحه حتى شوي. انا ما حبيتش ندخلك في المشاكل هذي. encore une fois نطلب منك السماح، اما حاجه واحده برك يزمني نعرف كيما هو شحي راجلي اللي دخل فيك بالكهرباء مالا شكون؟ زعما انتي ما تعرفش؟ ما تعرفش شكون؟ عمر، عمر اسمعني يا مانك، جيت باش نقولك انا نحبك على الاخر. حتى كان انت ما تحبش تحكي معايا، ما عادش تحب تكلمني، ما عادش تحبني، باش ناخذ نحبك. مارينا عمري ما عملت لك حاجه خايبه، علاش ما تحبش تسمعني؟ علاش ما تحبنيش نفسر لك؟ عمر كتب با كلاسي الاول. مبروك. امان ما تحقرنيش، ما تصرفش معايا هك، سبني اضربني اعمل اللي تحبه، ما تحقرنيش. عمر امان هبط يديك. مش حكي معاك كلمتين، كذبت عليا، ماش عندي ثقه فيك، ماش نجم نكملوا بعض. كامل بين انت كله فيه وفي بالك على أمك وبوك. بوك يحيى أحسن بو في الدنيا، عندك دم خشب. حتى كيفك ساعات يخرج الدم من خشمي؟ تخافش.
باش نستقبلوا معنا اليوم الأنسة شمس السنوسي، جات معنا في ظروف صعيبة برشا. هي بنت الكاتب اللي خذا شهرة كبيرة لأيامات الأخرانيين سي عبد العزيز السنوسي، اللي عمل رواية ليلة الشك، رواية هذه الأولى في المبيعات الأيامات هذوما في تونس. شمس مرحبا بك. عايشك على السلامة. لكن تحكينا على الظروف اللي تكتب فيها هذا الكتاب هذا ولا الرواية؟ والله بالا يرحمه كتب الرواية هذه في ظروف صعيبة برشا، وقتها كان يعاني من المرض والوجاع. دايوغ بابا عاد 3 سنين الاخرانيين من حياته على كرسي، وكمل كتيبة الكتاب هذا في ليلة اللي توفى. كان ديما يقول لي اللي الكتيبة تنسيه في الوجاع وفي المرض. الله يرحمه، كي توفى خلى انجاز كبير، خلى كتاب عنوانه ليلة الشك. ان شاء الله تلقاوها تفاصيل على الكتاب في السيت نتاعنا efm.tn. شمس كان تحكي لك فيها جاتك فكرة انك تمشي لدار النشر وتتصل بهم النشر الكتاب هذا، قلت لي انت اللي بوك كمل اخر كلمة في الكتاب نهار قبل ما يتوفى. بابا اتصلت بدار النشر وعطيتهم نسخة من الرواية هذه. دايوغ نحب نشكرهم برشا خاطر يعطيهم صحة، فرحوا بيا بالكدي. وانا جيت نشوف لي هذه سان وماج لبابا، حبيت نعمل حاجة تفرحه. بوغ موا بابا ما ماتش، مازال عايش معايا، مازلت نحس فيه معايا، وحبيت نبرهن العباد اللي بابا كاتب كبير. وبرهنت هذا، يعطيك ألف صحة شمس. إن شاء الله الناس الكل يقراوا الرواية هذه اللي تشك، أنا واحد من الناس قريتها وعجبتني برشا. يعطيك صحة شمس، نصور يكون شرف البوك لو كان جاي حي وشاف الإنجاز اللي عملته أنت. فاصل إشهاري وبعد نعود ونرجع ونشوفوا التفاصيل تاع الكتاب ليلة الشك. أنتي علاش رؤوف؟ مش يبعد عليك. شو مجايبك تاو؟ حبيت نشوفك قبل ما نمشي. وين مش تمشي؟ أنا ما جيتش باش نعمل لك مشاكل، مانيش مركب تاع محاكم وحبوسات والرواق هذاك. جيت باش نقول لك اللي أنا باش نمشي وما عادش باش نرجع. تلابك الوليد و توتفازو يكبر وينساني. يحيى
تخليني نفسر لك الحكاية. شكيت في خويا، شكيت في خويا عماد. تتفكرها هند؟ هند اللي هبلت بيها من بعد العرس بشهرين ثلاثة، خليتني وانا مسرت عروسة جديدة، في بالي خديت لامور دو ما في، كنت فرحانة تحبك وموت عليك، خليتني ما حسيتش بيها بكل. بعد ثلاثة شهور من العرس وليت من سهرية لسهرية وتحكي للعبيد الكل قديش تحبها وقديش غرام كبير. عندك فكرة على الوجاعة اللي وجعتها لي وقتها؟ تتفكر الليلة اللي جيتك فيها نبكي؟ قلت لك ما يسالش، أنا راني عرفت كل شيء، أما مسامحتك، عاودوا من الأول، أما بعد عليها. قلت لي ليه منجمش نحبها؟ قتلتني بالكلمة ذيك، جيتي كخوال. اللي جيتها خرجت ندور في الكهرباء كلمة مهبولة، منعرفش روحي وين مش نمشي، حبيتش نمشي لدارنا، حبيتش نحيرهم. مشيت لعماد، قلت عماد هو الوحيد اللي نجم يسمعني ويفهمني، صاحبك شو بيقولك ابعد عليها، ارجع لمرتك. حكيت له وانا نبكي، حس بيا هو، فعلا لقيت حد حسيت اللي هو حس بيا وانا نحكي معاه يسمع فيا، عنقني. مش كيفك انتي، انتي كنت ترجعلي للدار بريحة البرفان تاعها، انتي تنفوتي مش حاسس بيا جملة، كان عجبني ولا انتفلق. عنقني عماد وخسرنا لبعضنا، حسينا بحاجة منجمش ندخل في ديتاي أكثر. صارت حاجة حبيت نوقف الحكاية ونهرب، أخي ما نجمتش شدني. شنو معناتها الحكاية كلها طلعت فيول؟ وش هكا الحكاية؟ أنا هذاك شنو اللي صار؟ اللي حنفهمو أنو توا أنتي كي شلقت بروحك هبلة، علاش خليته الوليد؟ خليته على خاطرك، على خاطر قلت الحاجة الوحيدة اللي تنجم ترجعك ليا.